قام الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بتحديد ألوان زي المنتخب الوطني في مبارياته بالدوري الأول لمنافسات كأس العالم في روسيا هذا الصيف. وتلقى اتحاد الكرة إخطارا من الفيفا بشأن ألوان زي المنتخب في المباريات الثلاث الأولى بالمونديال، حيث تقرر أن يرتدي القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب السوداء على أن يكون طاقم حارس المرمى باللون الأزرق. ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات المونديال من خلال التواجد بالمجموعة الأولى مع منتخبات روسيا وأوروغواي والمملكة العربية السعودية.